هل يجوز استعمال لوحات تذكر الإنسان بالله تعالى على جانبي الطرق وفي الأسواق وفي المجالس؟ وجهنا حول هذه القضية، ولا سيما وأني ألاحظ أنها أصبحت تشكل ظاهرة في بعض المناطق، جزاكم الله خيرا. وهل يجوز للإنسان أن يتقرب بمثلها فيضع لوحات على حسابه مثلا؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أن هذه الظاهرة التي ذكرها السائل من وضع اللوحات المكتوب عليها أدعية أو أذكارا أو بعض الآيات القرآنية، تعليقها على الجدران في الغرف أو في المكاتب أو على الطرقات، هذا أمر اجتهادي من بعض أهل الخير، وقصدهم حسن إن شاء الله. وبعض العلماء المعاصرين يفتي بجواز مثل ذلك، ولكن الذي أراه أن هذا لم يكن من عمل السلف الصالح، ما كانوا يعملون هذا الشيء. وذكر الله سبحانه وتعالى لا يكون على لوحات أو على معلقات، وإنما يكون في القلوب وعلى الألسن. هذا المطلوب من المسلمين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله أمر بذكره بالقلب وباللسان، ولا يقوم مقام ذلك وضع هذه اللوحات. لكن من يضعونها يقولون إنها تذكر الإنسان، تنبه الغافل، فمن هذا الوجه تحسنها. ولكن إذا رجعنا إلى النصوص لم نجد دليلا على وضعها وعلى كتابتها على هذا الشكل، لم نجد لها من الأدلة ما تبررها. وإذا رجعنا إلى سيرة السلف الصالح وهم أحرص على الخير منا، لم نجدهم يعملون هذه الأعمال. الذي أراه ترك هذا العمل وحث الناس على ذكر الله بقلوبهم وألسنتهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.